السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير وبصحة جيدة كيف العادة. نهار زوين وشتا تبارك الله من الظهر والرياض، ما ان شاء الله الله يجيبها على قد النفع. وكيف ما انا كنشوف الشتا كنتفكر غير الاكل تاع الشتا اللي كنحتاجو دفينا في هذا البرد. هذا اليوم جبت لكم واحد الاكله اللي هي صراحة مغربية، يعني كيبغيها الصغير والكبير، يعني زوينة بزاف بزاف وكتنفع في هذا البرد. وقبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله ما تنساوش ديروا لايك وتابونا، واللي مازال ما تشترك يشترك في اليوم، هذا هو الوقت فاش يشترك باش يوصلو كل جديد. واللي ديجا مشترك يبارطاجي الفيديو مع الحباب والصحاب. اليوم عندي لكم البصاره المغربيه 100%، يعني وصحيه صراحه زوينه بزاف. غادي نحتاجو فيها الفول اللي كنكونو نقيناه وغسلناه مزيان مزيان، وغنحتاجو الملحه على حسب الذوق وعلى حسب الكميه ديال الفول. غادي نديرو الثومه، انا اللي استعمل زلافه واحده ديال الفول كيدير غير ضرس واحد ديال الثومه، انا هنا درت جوج زلايف عامرين مزيان ديال الفول. وغادي ندير جوج ضروس ديال الثومه، وغادي نحتاج الماء باش ندير باش يطيب هذا الفول. هذا نجيبو طنجره الضغط ونوريكم الطريقه. هنا غادي نحتاجو طنجره الضغط اللي غادي نديرو فيها الفول اللي كما قلت لكم مغسول ومنقي. هنديرو الملحه والثومه، والماء الكافي باش نسدو على البصارة ديالنا. هنا انا درت كاس ونص باش نسدو عليها، لحقاش هي كتبغي الطياب تقريبا حتى نص ساعة حتى 45 دقيقة على حسب الكوكوت. الا كانت من عندكم مزيانة، انا عندي 20 دقيقة غتوجد لي الكوكوت، غتوجد لي عفوا البصرة ديالنا، ونتلاقاو ديك الساعة. البصرة ديالنا راه بعد ما كطيب كتكون هكا، يعني طيبة مزيان، يعني الفول ديالنا راه طيب مزيان. هنا كنزيدو ليه الكمية ديال الماء باش نحصلو على القوام اللي غادي نبغو حنايا في الختورية. دابا غادي نطحنها في المولينيكس ونتلاقاو باش نديرو ليها مقادير اخرى. هنا كما كتشوفوا رانا غسلنا نفس يعني الطنجره ديال الضغط فاش طيبناها. هنا انا راني طحنتها مزيان كما كتشوفوا، ما فيها والو، يعني نقيه مزيان. مزيان مزيان، هنا كما كتشوفوا القوام اللي كيعجبكم نتوما في البصاره، بيتوها خضره بيتوها بحال هكا كما كنبغوها حنايا، يعني الذوق كيبقى لكم نتوما كتحكموا فيه. هنا غادي ندير جوج مغارف ديال الزيت، العود بطبيعة الحال، يعني الزيت البلدية، وغادي ندير يعني كما كتشوفوا راس معلقة ديال الإبزار الفلفل أو الفلفل الأسود. وهنا غادي ندير معلقة صغيرة ديال الكمون. هنا الا حبيتو ديرو فلفل احمر كديرو، يعني كيبقى اختياري. كندير شويه ديال الصفيره او الخرقوم، كنردوهم فوق البوطه تقريبا 10 دقائق لا اكثر، غير باش يندمج لينا هاد المقادير هادو اللي زدنا دابا، وصافي ونقدموها ان شاء الله ونتلاقاو في صحن التقديم. البنات كما كتشوفوا البصره ديالنا راني واجده، راه درت فيها زيت العود والكمون، او ممكن ديروا الفلفله يعني على حسب الذوق.
وكلها كيف ما كيبغيها. وانا قدمتها مع البطبوط اللي ان شاء الله مازال نخدم معكم البطبوط، البطبوط بالزيت العود، ودرت براد من اتاي وان شاء الله. ونتمنى تعجبكم البصرة ديال اليوم. وكيف العادة ما تنساوش لي لايك اللي مازال ما دار لايك، ايه بالضبط يدير لايك، وخلي شي تعليق كيف العادة. وشكرا بزاف ليكم بالتعليق ديالكم اللي زوينين، وما ان شاء الله بحالكم، ونتمنى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.